الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام خلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة، قال افتتح بابا جديدا، قال: الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: إن رجلا يقول: نفضل أبا بكر وعمر وعلي معهم ونترك عثمان. فغضب ثم قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمرنا خيرنا ولم نأل عن أعلاها ذا فوق. وقال: وبيعته سابقة، هذا رجل سوء. ثم أخرج لي كتابا فيه هذه الأحاديث فقرأتها عليه. نعم، هذا الإسناد صحيح، إسناده صحيح. قال منصور بن سلمة الخزاعي: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا وعنهم جميعا عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نفضل بينهم. نعم. قال: وقرأت عليه أبو معاوية قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر نعم، رضي الإسناد الله صحيح عنهما الأول، الإسناد صحيح الأول، أخرجه البخاري وغيره. نعم، تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. نعم، وإسناد فيه سهيل وبقية، وبقية تعلمون بقية أحاديث وليست نقية عندما يعاني، فكن منها على تقية، لكن الإسناد أصلا الأصل في هذا الحديث أنه في البخاري. قال: وقرأت عليه يحيى وكيع عن مسعر أنه قال عن مسعر قال وكيع عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال وكيع: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه لما استخلف عثمان أمرنا خير من بقي ولم نأله. نعم، وهذا الإسناد إسناد صحيح، أخرجه أحمد في الفضائل وفي غيره. قال: وقرأت عليه أبو معاوية قال: حدثنا أعمش عن عبد الله بن سنان أنه قال: قال عبد الله حين استخلف عثمان رضي الله عنهما قال عبد الله حين استخلف عثمان: ما ألونا عن أعلاها ذا فوق. نعم، هذا بان من ابن مسعود على أن الأحق بها هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإسناده صحيح أيضا. قال: أخبرنا الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا ابو معاويه قال: حدثنا الاعمش عن عبد الله بن سنان انه قال: قال عبد الله رضي الله عنه حين استخلف عثمان رضي الله عنه: ما الونا عن اعلاها ذا فوق. نعم، ونفس الاسناد اسناد صحيح، تفضل. قال: كلام ابن وقرات مسعود عليه مر كثيرا علينا، تفضل. قال: وقرات عليه ابو المغيره قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا عبد الرحمن بن جويل بن نفير عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم جميعا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان ولا أرى إلا أنها معتبة، وأما دمه فأعوذ بالله من دمه، والله وددت أني عشت في الدنيا برصاء صالح وأني لم أذكر عثمان بكلمة قط. قال فذكرت كلاما فضلت عثمان على علي رضي الله عنه. الله أكبر، وهذا إسناد صحيح أيضا. قال: وقرأت عليه بشر بن شعيب قال: حدثني أبي عن الزهري أنه قال: أنبأ سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني، فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان، فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل ولم يكن يقضي كلامه في سريح، فلما أي كلامه ليس بسهولة، يعني فيه سهولة في هذا الباب، سريح يعني مسرح، يعني فيه سهولة في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. قال: فلما قضى كلامه قلت: إنا كنا نقول ورسول الله حي صلى الله عليه وسلم أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء في الكبائر شيئا، ولكن هو هذا المال فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوا. قال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. وهذا إسناد صحيح أيضا، خرج أحمد وغيره في الفضائل، وكل ذلك على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، سبحان ربي العظيم.
أقول لإخوتي الكرام في هذا الباب الكلام على عثمان بن عفان وكيف قاموا على عثمان بن عفان. عثمان بن عفان خير هذه الأمة، خير من وطئ التراب بعد الثلاثة، بعد أن سلم أبو بكر وعمر وعثمان الثالث. ولذلك ورد بسند صحيح في البخاري وفي غيره عند عمر رضي الله عنه رضاه، قال كنا نفاضل بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال أيضا رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه رجل قال أريد أن أسألك، قال سل. وكان الكلام على معيب، يعني يريد أن يأخذها على عثمان بن عفان رضي الله عنه رضاه. النبيل يعني كفى بالنبيل نبلا أن تعد معيب، ده إذا كانت معيب. فقام فقال له أما علمت أن عثمان بن عفان لم يحضر بدرا؟ قال بلى. فقال رجل الله أكبر. فقال له أما علمت أنه فر يوم أحد والفرار من الزحف من الكبائر؟ قال بلى. قال الله أكبر. ثم ثلث وقال له أما علمت أنه تخلف عن بيعة الرضوان وما كان معهم حين بيعوا؟ قال نعم. أو قال بلى. قال الله أكبر. فهنا أخذ عليه هذه الثلاثة الشديدة، وأن التخلف عن بدر فيها سقوط فضيلة، لأن جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا خير الناس فينا هم أهل بدر. قال وخير الملائكة فينا الذين حضروا بدر. وهذه فيها دلالة على الفضل العظيم في هذا الباب. آمين رضي الله عنك يا عمر. فلما قال ذلك رضي الله عنه وأرضاه أخذ بها وأراد أن يذهب. قال تعال قبل أن تذهب، أما بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطيب ابنته أو يطبب ابنته، فائتمر بأمر النبي، ولذلك ضرب النبي له بسهم في غنائم بدر فكان بدريا. يعني هنا الآن أنت أخذتها أنه ليس بدري هو بدري، يعني يدخل تحت عموم خير الناس البدريين، خير الناس الذين شهدوا بدرا. نعم خير الصحابة الذين شهدوا بدرا، وعثمان مكتوب أنه شهد بدرا عند الله جل وعلا، ولذلك ضرب له بسهم. النبي لا يجامل النبي لا يجامل على حساب الدين، سبحان الله، وهو أمين ما في السماء. ثم قال لهم أما علمت أن الله جل وعلا قال لكل من فر من أحد، قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. شوف ببعض ليس بكل. اللهم اغفر ورحمة الله وزع ما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. قال الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. قال قد قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما قال بكل. اللهم اغفر وارحم وتلا وزع ما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتلا وزع ما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتلا وزع ما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، واجعل لنا نصيبا حظا كبيرا من هذه الآية الكريمة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما أسأل الله أن يغفر وارحم وتجاوز عما يعلم فإنه هو الأرحم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. اللهم اجعل لنا حظا نصيبا ونصيبا من هذه الآية العظيمة. اللهم اجعل لنا أكبر الحظ والنصيب من هذه الآية العظيمة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. ولقد عفى الله عنهم فبدلت سيئات حسنات. فقال له خذها، يعني أنت كبرت خذها، فإن الله قد عفى عنه وإنزل. والقاعدة العامة لا يعير أحد بمعصية وقع فيها تاب منها، فلا يعير أحد بمعصية تاب منها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن الله تعالى يبدل الصحيفة فاجعلها بيضاء نقية، بل يبدل السيئات حسنات. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم قال له وأما بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع ابنه
عثمان ما كلمهم أو قاتلوا عثمان، قال هذه يد عثمان اليمين وهذه يد محمد صلى الله عليه وسلم، جعل يده هي اليسار. وتعلمون أن الإنسان كان يحب اليمين والميمنة عنده خيرا من اليسار، فقال هذه يد الله يدافع عن الذين آمنوا. من وثق في الله كان الله عند ثقته، ومن أحسن الظن بربي كان الله فوق حسن الظن به. اللهم أمين رب العالمين. قال هذه يد عثمان، شوف انظر الله جعل كيف شكر لعثمان صبره واستفارته للنبي صلى الله عليه وسلم. الله شكور. من أحسن فليعد للخير الذي سيأتيه قلبا صادقا مستغفرا تائبا قلبا شاكرا، وليعد لنفسه عملا طويلا ليشكر ربه جل في علاه، فإن الله يشكر له ما أحسن فيه والله شكور. قال هذه يد عثمان وهذه يد النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعه. فهو أيضا في بيعة الرضوان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. سبحان الله، ما دقة الفهم هذا. رضي الله عنك يا أستاذي أيها الكريم، حفظك ربي. سبحان الله. نعم، إذن التعميم في هذا الباب، وإن كان الأمر على تعميم الأشخاص لكن أيضا تعميم الأعمال، هذه نظرة صادق. ولذلك كانوا يقولون: كنا أحمدي كيف صحتك، أرجو أن تكون بخير حال. فهنا بعدما انتهى وبرأ عثمان بن عفان، قال له: يا هذا خذها الآن واذهب. فسبحان ربي العظيم. الله يرحم ضعفنا. فانظر أخي الكريم، قال له ذلك وقال: خذها إذن واذهب. وعثمان بن عفان كان ابن عمر وغيره يقول: كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر عمر عثمان. لما قيل لعائشة أنها كان يعرض عليها بعض المعايب، يعني بعض ما كان يقع من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكانت تعاتب أشياء تؤخذ على عثمان. نعم، كانت تعاتب هذه الأشياء. فقالت ثم قالت: نعم العبد عثمان، وكانت تقدمه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهي لا تفعل ذلك إلا توقفيا، عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا تفعل ذلك إلا توقفيا، حتى أنها سئلت: من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أبو بكر ثم عمر. لكنها في النهاية قدمت عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد قدم بعضهم علي وقالوا: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. ثم بعد ذلك فاضلوا بين علي وبين عثمان، ولكن كما قال المتأخرون: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالأنصار والمهاجرين. وهذا قول المتأخرين متعلق بقول إمام أهل السنة والجماعة إمام المتقين الإمام أحمد بن حنبل، والذي قال بذلك بأنه إهدار لقول أهل السنة والجماعة من الأنصار والمهاجرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفديك والله يا أحمدي، والله نفديك يا حبيبي. لا بأس، شفاك الله عافاك. يعلم أنها رفعة، والرفعة لا تقارب من كان له المكانة. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا لنا مكانة عند ربنا جل في علاه. يا أمة الله، جزاك الله خيرا، أحسن الله لكم. نعم، الفوائد المستنبطة: عثمان خير الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر. المفاضلة لها فوائد، ومنها إنزال الناس منازلهم، فإن من الخسارة ألا تعرف فضل الفاضل فلا تنزله منزلته. من الخسارة ألا تعرف فضل الفاضل فلا تنزله منزلته، وهذه مسألة عظيمة، لأنك ستسأل عنها عند ربك جل في علاه. ما خب امرؤ سريرة إلا أظهرها الله جل في علاه. الله يصطنع المواقف ليكشف، والله عليم حكيم، فإنه ينظر إلى الخبايا فيخرجها ليحاسب عليها. ولذلك لابد أن تعلم في قول الله تعالى: ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وش تأويل هذا؟ إن كنتم تصدقون وتؤمنون بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فما معنى في قوله: ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين؟
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.